السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. الكثير من الأشخاص يرغبون في تغيير خصوصية منشوراتهم القديمة في حساباتهم على الفيسبوك، أو يضطرون عادة إلى حذف الصور أو الدخول إلى قائمة الصور والمنشورات وتحديد كل منشور على حدة، إذا كان عام يريد أن يجعله للأصدقاء فقط، أو إذا كان للأصدقاء يريد أن يجعله له هو فقط. ففي حال كنت تريد حذف جميع المنشورات، فيمكنك تحديد خصوصية جميع المنشورات أنا فقط، وبالتالي يكون المنشورات أو تصبح المنشورات وكأنك قمت بحذفها لأنها لن تظهر إلا لك أنت. وأظن أن هذا الخيار أفضل، لأنك تستطيع استرجاعها مرة أخرى وجعلها عامة أو للأصدقاء فقط. طبعا هذه الطريقة تشتغل في حال كنت تريد أن لا تظهر منشوراتك للأشخاص الذين يدخلون إلى صفحتك الشخصية، يعني الأصدقاء التي لم تقم بإضافتهم، فيظهر لهم فقط صورة الغلاف أو الصورة الشخصية التي قمت بتغييرها مؤخرا. بطريقة سهلة جدا، تنتقل إلى الإعدادات من المتصفح الخاص بك من الفيسبوك، بعد ذلك تختار الخصوصية. الآن من هنا تختار من يستطيع رؤية منشوراتك المقبلة، تختار الأصدقاء أو أنا فقط على حسب المنشورات التي تريدها أن تظهر، يعني خصوصيتها تريد أن تظهر إلى الأصدقاء أو لك أنت فقط. الآن تنتقل إلى هل ترغب بتحديد الجمهور للمنشورات التي شاركتها مع أصدقائك العام الأصدقاء الأصدقاء أو العامة، تختار تحديد المنشورات السابقة. الآن هنا تضغط على تقييد المنشورات القديمة، عندما تقوم بالضغط على هذا المنشور ستصبح خصوصية جميع منشوراتك في حسابك على الفيسبوك ذات خصوصية قمت بتحديدها من هذا الخيار، يعني إذا اخترت الأصدقاء من هنا فإن كل منشوراتك ستصبح للأصدقاء فقط. إذا أضغط على تقييد المنشورات القديمة، كما ترى هنا ظهرت لي رسالة تأكيد لأنه سيقوم بتغيير خصوصية كل منشوراتك، إنك على وشك تقييد المنشورات القديمة على التسلسل الزمني. تضغط على تأكيد، جاري التحميل، تم تغيير الجمهور المحتوى الذي تم تحديده، يعني إن كل منشوراتك في حسابك منذ إنشائه حتى هذه اللحظة أصبحت ذات خصوصية أصدقاء أو أنا فقط، على حسب الخيار الذي قمت بتحديده من هذا الخيار الأول. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسى الاشتراك في القناة، الضغط على سبسكرايب يظهر أسفل الفيديو على يمينك، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد مدونة العالم الافتراضي وجديد الحلقات في كافة المجالات التقنية، أندرويد، أبل، ويندوز، في كافة المجالات التي تخطر ببالك، كذلك أخبار ومقالات عن التقنية والتكنولوجيا. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة، وكل الروابط التي ستحتاجها ستجدها أسفل الفيديو في الديسكريبشن لمتابعتي. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.